كرة طويلة من وصفي تنقطع، خطأ خطرة وإلى الهدف وجول، هدف التعادل. عزيز المشاهد للشرطة يتحمل مسؤوليته، وصفي جبار، هدية على طبق من ذهب، وهدف التعادل يسجله فيصل عزيز من خارج الجزاء. النتيجة أصبحت هدف للشرطة مقابل هدف للرشيد في دقيقة 44 من الشوط الثاني. نشوفه الإعادة، شوف وصفي عزيز المشاهد، أنا قلت وصفي يعني اليوم مو وصفي مثل ما شفناه في المباريات. نشوف فيصل عزيز يحيي جمهور الشرطة بتسجيل هدف التعادل اللي يعيد به البهجة إلى نفوس كل أنصار الشرطة. فريق الشرطة بهذه النتيجة يغير كثير من ترتيبه في مواقع. أنا قلت إذا بقت النتيجة مسر لا أنصار ولا هيئة الإدارية، والدقيقة الأخيرة من المباراة والنتيجة التعادل بهدف واحد للرشيد مع الشرطة. لعبة الكرة، وهذا مرة أخرى لحالة الفرح الكبيرة.